بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم من وحي القرآن، وحديثنا عن العبادة في القرآن الكريم. لا شك أن الله تعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ونقصد بالأعمال الظاهرة مثل الصلاة التي تكون بالجوارح والأفعال، الصيام، الحج، وهكذا كل عبادة ظاهرة على لسانك وجوارحك، والباطنة التي تكون من أعمال القلب كالإيمان والتصديق وكذلك التوكل والخشية والإنابة والخوف من الله سبحانه وتعالى وهكذا. فلذلك هذه العبادة معناها في القرآن جاء متنوعا. جاءت العبادة بمعنى التوحيد، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله بمعنى وحدوا الله سبحانه وتعالى، أي لا تشركوا به غيره، اجعلوا العبادة لله خالصة. وكذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: يوحدون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء والرسل، كلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك نبذ الشرك. هذا معنى العبادة، يأتي بمعنى التوحيد. وكذلك من الآيات التي تدل على أن العبادة بمعنى التوحيد منها قوله تعالى: أن اعبدوا الله ربي وربكم، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى، هو ربي وربكم، ولا تشركوني مع الله، كما زعموا أن عيسى ابن الله، وطائفة منهم قالوا ثالث ثلاثة، وطائفة منهم قالوا والعياذ بالله هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك كفرهم الله عز وجل فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، افتراء على الله، فهؤلاء أشركوا مع الله غيره. فالعباد هنا لما قال الله عز وجل عن عيسى: أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي وحدوا الله لا تشركوا معه غيره. وكذلك من معاني العبادة بمعنى التوحيد في القرآن ما نكرره ونقرأه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا قدم المفعول إياك نعبد، أصلها نعبد إياك ونستعين إياك، وتقديم المفعول هنا دليل على الحصر، أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، استعانة المطلقة وهكذا. فمعنى العبادة هنا بمعنى التوحيد، أي وحد الله سبحانه جل في علاه. وهذه الآيات دلالة على أن الله عز وجل هو الإله الحق، وأن ما يعبد من دونه هو الباطل. لذلك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ثم نواصل.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل ونواصل الحديث عن معنى العبادة في القرآن. وتكلمنا قبل الفاصل أن العبادة تأتي بمعنى التوحيد، وذكرنا بعض الآيات في ذلك. ومن معاني العبادة في القرآن أي أنها الطاعة، بمعنى الطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الآيات قوله جل وعلا: ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوا الشيطان، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يعني أطيعوني. كذلك من الآيات التي تدل على أن العبادة بمعنى الطاعة، قال الله عز وجل عن الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني يطيعون. كذلك من الآيات: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي نطيع الله سبحانه وتعالى وحده، وهو إلهك يا يعقوب وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذرية بعضها من بعض. فهؤلاء أئمة التوحيد، الأنبياء من الخليل إبراهيم عليه السلام وذريته. ودعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أن نطيع الأصنام أو أن نفرد لها شيئا من طاعتنا لها. كل ذلك دعوة الخليل أنه يجعله في جانب، وكذلك الأصنام في جانب آخر بعيد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وإياها في مجانبة بعيدة. فكان إبراهيم إماما في التوحيد عليه السلام. فوجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي نطيع الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك بالله سبحانه جل في علاه. والعبودية من أشرف المقامات التي يشرف بها العبد، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، مطيعا لله، موحدا لله. تشمل كل معاني ما جاء في القرآن من التوحيد والطاعة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كما جاء في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى شرف أكرم خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فشرفه بمقام العبودية. فأنت أعظم مقام لك تتشرف به لله عز وجل أن تكون عبدا لله مطيعا، موحدا مطيعا لله عز وجل، لا تشرك به غيره سبحانه وتعالى. كذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فقال على عبده، ما قال على نبيه أو على رسوله أو على محمد. لماذا؟ لأن مقام العبودية أعظم ما ينادى به العبد، أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فنادى الله عز وجل عباده بعبادته والعبودية له عز وجل. فلذلك العبادة أركانها اثنان: الركن الأول هو محبة الله سبحانه وتعالى، أنت تقوم بالعبادة محبة لله. الثاني الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان. هذه العبادة ركناها هي محبة الله عز وجل، وأنك تكون خاضعا ذليلا لله عز وجل. والله عز وجل قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الإنسان مشركا، لكنه يأتي رغما عنه خضوعا. إذا علمنا أن العبادة هي الخضوع لله عز وجل وهي محبة الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نكون مطيعين لله، موحدين لله سبحانه وتعالى في كل
أمورنا وأحوالنا، فهذا معنى العبادة في القرآن. فأسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وغدتينا على ختام حلقتنا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.